الولايات في المشاريع ونرفع المرتبات لازم نبدأ ننتج. وقلت مثل ما يقال يقول مثل: لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج وتلبس مما لا تنسج. السنة المقبلة إن شاء الله 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 السنة المقبلة إن شاء الله السنة المقبلة نوصل للاكتفاء الذاتي في القمح الصلب والشعير. ما نزيدش نجيب كيلو شعير من الخارج، والمايس الذرة كذلك، هذه اللي تفيد الاقتصاد نتاعنا، والمال اللي كنا نستورد به نصرفوا على المواطنات والمواطنين وولادهم. لأول مرة منذ 62 سنة الجزائر اليوم راح تنتج الزيت نتاعها. إذن العهدة جاية، هذه عهدة جاية، ما تكونش عهدة سياسية، تكون عهدة اقتصادية بامتياز إن شاء الله. دينا نسترجع في الثروة تاعنا باش نسترجع. شكرا، راني عارف، ما والله ما والله ما نشك فيها، ماني شك فيها خلاص، باش تبقى. لأن الإنسان باش يصرف لازم يكون عنده مداخل، والمداخل هذو هما اللي أنا العمليات والمشاريع الاقتصادية والإنتاج الوطني بما فيها حلم كل المسؤولين السياسيين اللي فاتوا في البلاد بما فيهم المرحوم الزعيم بومدين رحمه الله. نزيد نقوي الجيش تاعنا، وسبق لي أنا قلتها، اليوم الجزائر لا راه عندها الحرمة من المحيط لأن جيشها قوي. ونزيد نقوي الجيش بالكفاية بالقدر اللي يلزم حتى يبقى مهاب ولا واحد يقرب. كذلك نزيد نقوي كل وسائل لحماية الوطن. بالنسبة للسياسة الخارجية، اليوم رانا نحاولوا نركحوا المنطقة كلها باش ما تدخلش في فوضى، ومتحملين الشيء اللي نتحملوه، ولكن المهم الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، منظمة الإفريقية كلها تعترف أن الجزائر هي الاستابيليزاتور تاع المنطقة هذه. جزائر اللي راها قائمة بها الصهاينة في غزة لازم تتوقف، وإحنا ما يكذبوش ما يكذبوش علينا، ماهوش صراع حضاري، مجازر مجازر، يعني يحلوا المشكل الفلسطيني بإبادة الفلسطينيين كما يقولوا لا بي دي سيمتيير، لا بي دي سيمتيير، ما نخلوهمش يوصلوا ليها. رانا هنا رانا هنا مثل ما يقول الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطيع وإن من يستطع فبقلبه، وهو أضعف الإيمان. ما نتخلاوش على فلسطين بصفة عامة وعلى غزة بصفة خاصة.